قتلوه. انا ما شدتش ولدي الشوفه الاخيره. اهلي بيقولوا لي حق ولا دخلوني الحبس. انا باغا ندخل الحبس، انا ما باغاش نخرج. ما انا نعطيه التعويض والدنيا ولدي الحياه. اعترفش بهذا الحكم، ما كنعترفش به. انا الام ديال الدري اللي قتلوه المدرب ديالو دفنوه في الدار ديالهم. انا دابا هاد الناس انايا الشهود اللي شاهدين اللي كانوا صحابو اللي كانوا كيقلبوا على ولدي مشاو لقاو الام كاينه، لقاو الخت كاينه، لقاوهم كيسيقوا في الدار. يعني الام كتعيط ليا كتقول يا ولدك راه حرك التليفون ديالي فيه كل شيء، كنطالب الخبره ديال التليفون ما قبلوهاش مني. درت شكايه ودفعت الوكيل العام باش يعاودوا لي التحقيق، ما تقبلش مني. يعني انا شنو غندير؟ اشنو غندير في هذا الشيء؟ كنكتشف دابا كاين المحاكمه، دابا باغيين يحكموا لي، واختو ما كايناش، امو ما كايناش، الشهود ما كاينينش، الشاهد اللي هز الام وداها كيقول لك لا الام بلغات به، بلغات به حقا، ولكن فين كانت تبلغات به؟ كانت هنا في جديده، مشات من جديده ملي كتعيط لها امها كتقول لها يعني الناس راه جاو جدارميه وهذه الدرك الملكي وهذه راه الحي حريضه، تم كتسلم ولدها. واختو دابا عندي في الدوسي ديال الدرك الملكي ها واحد المحامي كيغوت كيقول لهم ها انتوما راه الخط معترفه بانه هو ضربو الضربه الاولى والدري صحيح عليه، واخا ضرب مسكين ديك الضربه لراسو بطيطواره شاد معاه، وعاودت اختو هزت الطيطواره وضرباتو لراسو. هما في الدوسي، في الدوسي هادشي ماشي كنقولو انا كذوب. وما حضروش ما حتى حاجه، الشهود ما حضروش، الشهود ما كيعيطوش ليهم، الشهود دازو مره واحده في التحقيق، جوج دوزوهم وجوج ما عيطوش ليهم بصفه نهائيا. وهاد الناس انا كنطالب بحق ولدي، الام خاصها تحضر، الخت خاصها تحضر. الشهود مهمين ما حضروش، انا بغيت هاد الشهود يحضروا، بغيت هاد التليفون يمشي للخبره يشوفوا باش كانوا كيهضروا معايا وكيقولوا لي راه حنا مخلوعين عليه، راه حنا مخلوعين وما راه قاتلين ودافنينه وكيقولوا لي حنا مخلوعين، حنا ما جاش، لا سمعتي شي حاجه قوليها لينا. وكيدخلوا التليفون ديال ولدي وكيعاودوا ملي كندخل انا كيطفوا التليفون، التليفون ديال ولدي لحد الان ما بانش، السر في التليفون، التليفون علاش ما بانش؟ فين مشى التليفون؟ بغيت التليفون ولدي يبان، وبغيت هاد الناس يعاودوا التحقيق مع الام والخت والشهود. انا هاد السيد دابا كنتفاجئ كيقولوا لي غيتحاكم، دابا داز غيتحاكم. صافي هادشي اللي عرفت انايا، هادشي راه فيه الظلم. اسيدنا الحموشي كنطلب من جلاله الملك حنا ولادك، مروان ولدك ما بغيتوش يضيع، ما بغيتوش يمشي. مروان كان كيتريلي وكيتمنى واحد النهار يهز رايه بلادو، كيتمنى واحد النهار يهز رايه المغرب. ديما كيتريلي وكيقول لي ماما غنوصل وغنهز رايه بلادي، كيقولوا لي ولدك حرق، ولدي عمره ما فكر في الحريق، ولدي كان باغي بلادو وكان كيشوف الملاكمه وكيتفرج وكيقول لي واحد النهار غنكون بحال هادو وغترفرف رايه بلادي فوق مني. ما يمكنش الظلم، ما يمكنش الظلم. كيقولوا لي عندنا فلان قتلوا دري ودفنوه حشومه، هاد الام ماشي ام، ظلموني. كيقولوا لي عندنا واحد في العماله كيجي الاب كديك ثلاث ناس دزت وعاودوا ردوه بداواله وخرج الاب تبعني كيقول لي خذي التعويض على الام وعلى الدريه ما تجبديهمش وما تجبديش الشهود. ودابا شنو غتستافدي الا شدت مرتي وبنتي؟ شنو غتستافدي؟ ولدي راه غياخذ العقاب ديالو، ولدي راه معترف، يعني ولدو دابا دار راسو الطاق ما بقاش عنده العقل. انا كنطالب بخبره هاد الدري، واش العباد الله واش ليه بيل كيقتل ويدفن، يدفن في حفره فيها 3 متر، ليه بيل راه كيضرب ويهرب، ماشي كيقتل ويدفن ويجيب السيما ويسلس عليه ويقولوا لي يا هبيل. رانا لي هبيله، انا اللي باغين يهبلوني، انا اللي باغين نديع في زناقي، انا اللي هبلوني ما بقيتش مطالعه بولادي. عندي دري معاق ما بقيتش كنفكر فيه، انا وليت كنفكر في الانتحار. انا عييت في بلادي وظلمت، حنا بلاد الحق والقانون ولا حنا في غابه باش يقولوا لي عندنا فلان، عندنا فلان، عندنا فلان. انا ما عنديش فلان، انا عندي الله تبارك وتعالى. انا ما عنديش فلان باش يقتلوا لي ولدي ويقولوا لي عندنا فلان، عندنا فلان. انا هاد الناس بغيتهم، بغيت هاد الناس كل شيء يعرفوا هاد الشيء، وبغيت الراي العام يعرف هاد الشيء، وبغيت الجمعيات يعرفوا هاد الشيء. لا كانوا شي جمعيات، وما انا راه 5 شهور وانا كنعيط وكنغوت من الناس يساعدوني، ماشي باغا الفلوس، يساعدوني في جمعيه، يساعدوني في قانونيا، يعني يساعدوني في اي باب ندقو وناخذ حق ولدي. ما نتخلاش عليه، انا لما عطاونيش حق ولدي غنتحر قدام المحكمه، غنقتل راسي هنا. صافي انا ما بقيتش باغا نعيش، انا باغا حق ولدي يا عباد الله، انا ما باغاش شي حاجه. الفلوس انا نعطيهم الفلوس وردوا لي ولدي. السيد كيقول لي العام ديال الدري كيقول لي اش غتستافدي؟ انا غنستافد غير حق ولدي ونرتاح،
وارتاح في راسي وارتاح في راسي ويتعار واحد اخر. انا خرج هذا راه غير واحد اخر تو غيدير اكثر منه. حنا بلادنا مالها ولا فيها القتل؟ ولاو باغيين ياكلوا بعضياتهم ولا فيها كيقتلوا ويخرجوا كيقتلوا ياخذ 66 كيقتلوا يقول لك عندهم هكار عصابي. علاش ما قتلش راسهم اللي عندهم؟ علاش ما قتلش امو عقل عليها؟ علاش ما قتلش اختو؟ علاش مشات على اكادير؟ واش هذا هبيل اللي مشيت على اكادير؟ اللي هبيل ما كيدفنش، دفنت الدري في حفره فيها 3 متر على 2 متر والواقف حصيره فيها 5 متر والوا عليه السكوتش ودار لي ميكا في راسه والوا عليه السكوتش وسبع ايام وهو كينعس فوق منه بلا حتى حاجه وكيصوني عليا وكيقولوا لي واش انت سمعتي شي حاجه على ولدك؟ ولدي قاتلين ودافنين ونعسين فوق منه.